ما المراد بقول نبينا صلى الله عليه وسلم عن فرق الأمة كلها في النار إلا واحدة؟ وما الواحدة؟ وهل الاثنتان والسبعون فرقة كلهم خالدون في النار على حكم المشرك أم ماذا؟ أفتونا مأجورين. الواحدة التي تنجو من النار وتسمى بالفرقة الناجية بينها النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عنها في الحديث، فقال: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي الذين ساروا على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته، هؤلاء هم الفرقة الناجية من النار لأنهم تمسكوا بالحق وساروا عليه. وأما الفرق المخالفة فكلها في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وجودها في النار يتفاوت، فمن كانت بدعته ومخالفته مكفرة فإنه يكون خالدا في النار مع الكافرين، ومن كانت مخالفته غير مكفرة فإنه يكون في النار بقدر ما يشاء الله سبحانه وتعالى من تعذيبه، ثم يخرج من النار بإيمانه وتوحيده ولا يخلد فيها. نعم.